والآن جولة على المشهد السياسي مع الزميلة رواند أبو درغم. رواند، مساء الخير. مساء الخير رامز. في شيء جديد؟ شو الجديد اليوم بالمشهد السياسي يعني بالنهار الأحد؟ للأسف رئاسيا ما في شيء راوح مكانه، أقل مأساوية يمكن المشهد السياسي نحن، ولكن حكوميا يبدو في شوية حرارة. إلى التفاصيل إن شاء الله. بعد انتقال الحديث الرئاسي إلى باحة المرشحين من الصف الثاني والثالث وعلى رأسهم جهاد أزعور وصلاح حنين، تسأل مصادر الثنائي الشيعي عبر الجديد هل هذه الأسماء التي يلقى بعضها دعم رئيس التيار الوطني الحر تمتلك الحيثية الشعبية كما يطلب، وهل هذه الشخصيات ستكون محصنة من السطوة الداخلية أو الضغط الخارجي لكي لا تواجه حزب الله في الداخل أو حتى لا تتأثر بالعقوبات الأمريكية إذا سايرت حزب الله؟ هل بكون رئيس يعطي ثقة لا مش بس لحزب الله، لكل اللبنانيين، انه انا جاي اطبق الدستور وانا جاي اطبق اتفاق الطائف. نعم. اتفاق الطائف محدد هوية لبنان، يا شباب هويتنا عربية. اتفاق الطائف محدد علاقتنا بدول العالم، نحن جزء من هذا المجتمع الدولي، نحترم قرارات العربية والدولية. فهذا الرئيس يجي يشتغل صح، وحزب الله يقول مثل ما قال بترسيم الحدود انا ورا الدولة، ليش ما بنتوقع عليه؟ ليه ما بنطمح انه حزب الله يقول انا ورا الدولة بإدارتها للمرحلة المقبلة، مثل ما عمل بموضوع الترسيم؟ ليش ما بيقول انا ورا الدولة وانا ورا الجيش عسكريا ورا الجيش امنيا ورا الدولة اداريا وسياسيا وانا شريك في هذه الدولة؟ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يدعو نواب محور الممانعة ورئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى الاتعاظ قليلا مما حصل في انتخابات رئاسة مجلس النواب الأمريكي، ويطلب من رئيس مجلس النواب لدى دعوته الجديدة 11 لانتخاب رئيس للجمهورية أن يبلغ جميع الكتل النيابية سلفا بأنه لن يقفل الجلسة، وأن هذه الكتل مدعوة إلى البقاء في المجلس من أجل أن تتحاور وتتناقش ما بين دورات الانتخاب المتتالية. كلام جعجع تراه مصادر الثنائي من باب تسجيل النقاط لتقريشها مسيحيا، لكنه كلام لا ينتج توافقا على رئيس. إياكم أن تلتبس الأمور عليكم، لم نكن يوما سببا لأزمة، ولم نكن يوما سببا لتعميق المشكلات في هذا البلد. للأسف البعض لم يستفد من تجربة 2007 و2008. بعض الرؤوس الحامية يومها كابرت وأصرت على ممانعة الوصول إلى الحل الداخلي، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه في مؤتمر الدوحة. بعدها نفس القوى ربما هي التي دفعت إلى أزمة 2014 في غياب رئيس للجمهورية. أما على الخط الحكومي فهناك نية جادة للدعوة إلى جلسة مجلس الوزراء سريعا من أجل حل أزمة الكهرباء، إلا أن مصادر الجديد تقول إنه يجري العمل على طريقة لا تستفز الآخرين ولا تعطل شؤون المواطن. عن هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف عبر الهاتف مستشار الإعلامي للرئيس ميقاتي الأستاذ فارس جميل. أهلا وسهلا فيك أستاذ فارس. هل هناك تصور لموعد محدد قريبا وخصوصا أن الضرورة موجودة، ولكن هل هناك تصور لموعد قريب؟ بعيدا عن الصخب الإعلامي الذي يفتعله البعض بمحاولة الضغط على رئيس الحكومة لتمرير صفة الكهرباء خارج الأصول، وبعيدا عن المشهدية المستعادة كل مرة كان وزراء الطاقة التابعون للتيار الوطني الحر يحاولون افتعال مشكلة بموضوع المراسيم وبموضوع سلف الكهرباء، فإن دولة رئيس مجلس الوزراء يؤكد مرارا وتكرارا لا إمكانية لتمرير السلفة خارج الأصول، والأصول تقتضي عقد جلسة لمجلس الوزراء كما بات معروفا. من هنا فإن دولة الرئيس يجري الاتصالات المناسبة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، ولو اقتضى الأمر أن تكون مخصصة لبند واحد يتعلق بموضوع الكهرباء. ولكن يهمني الإشارة هنا أن المسألة يحاول البعض تحوير الأنظار عن موضوع الإشكالية القانونية إلى افتعال مشكلة أن دولة رئيس الحكومة يوقف تفريغ البواخر في عرض البحر ويسبب انقطاع التيار الكهربائي. هناك التباس أساسي وهناك علامات استفهام كبرى
أسمح لنفسي بالقول أنها قد تصل إلى حد الشبهة بموضوع البواخر التي أحضرت إلى عرض البحر ووضعت كأمر واقع. من أدخل هذه البواخر خارج إطار الاعتماد المستند الواجب فتحه قبل استخدام البواخر؟ وكيف للشركات المعنية وهي تعرف الأصول أن تدخل بواخر بهذا الشكل إلى المياه اللبنانية خارج اتباع الأصول؟ هذه العلامة الاستفهام الكبرى هي التي تحتاج إلى حل، ولا يجوز تحميل الحكومة ورئيس الحكومة مسؤولية عرقلة موضوع الكهرباء إذا كان يتمسك بالأصول. يسأل من أدخل البواخر ومن تمرر هذا الموضوع بهذا الشكل المخالف للقانون. المسألة ليست عند رئيس الحكومة، بل عند من اتخذ القرار بإدخال البواخر ووضعها أمام اللبنانيين كأمر واقع. نعم أستاذ فارس، يعني بنفهم من حديثك أنه عدم الاستفزاز هو عبر حصر جدول الأعمال ببند واحد اللي هو الكهرباء وبس. في ظل الاتصالات القائمة أفضل أن يكون كلامي مقتصرا على هذا التفصيل. نعم. الاتصالات جارية لعقد جلسة، ولو اقتضى الأمر، واستخدم التعبير ولو اقتضى الأمر، أن تكون مخصصة. نعم. فقط لموضوع الكهرباء. نعم. في تعاون مع حزب الله بهذا الخصوص؟ الاتصالات مستمرة، ولن أسمح لنفسي بالكشف عن أي أمر خارج. نعم. هذا الكلام الذي قلته. نعم. المستشار الإعلامي للرئيس نجيب ميقات الأستاذ فارس جميل، شكرا لهذه المداخلة. إذن يعلم حزب الله أن حضور الجلسة الثانية سيكون بمثابة الضربة القاضية لتفاهم مار مخيل، لذلك يدعو إلى التريث في محاولة للتوافق أو تجنب الاستفزاز والخضات السياسية، إلا أن الإصرار على تعطيل شؤون الناس سيدفعه باتجاه حضور الجلسة في نهاية المطاف. رامز، أعتقد بهالك باش خلص يحملوا الناس المسؤولية، ما حدا خصه. شكرا لك زميلي رواند أبو درغم.